كل الاحوال فرقه الوداد كمان وصلت، يعني بعثه فريق الوداد المغربي وصلت للقاهره النهارده العصر تقريبا، وطبعا هتبتدي في مرحله استعداد بقى لمواجهه النادي الاهلي. والنادي من ناحيته كان يعني بعت في استقبال بعثه فريق الوداد مندوب عشان يستقبلهم في مطار القاهره، وكان في حرص الحقيقه من مسؤولي القلعه الحمراء على تكليف احد الاداريين في مطار القاهره عشان يستقبل البعثه المغربيه ويقدر يسهل لهم طبعا كل الاجراءات الخاصه بالخروج من المطار. طيب.